على الصورة التالية لدينا. أمام حضراتكم هذه هي الشاحنات وعربات النقل التي كانت محملة بالذخائر وبالأسلحة لقوات الدعم السريع، ولكن يقظة وانتباه وصحيان قوات الجيش السوداني كانت حاضرة في المشهد، وبالفعل قامت بمصادرة هذه الشاحنات المحملة بالأسلحة وبالذخائر قبل أن تصل لقوات الدعم السريع. إذن ينفق بالملايين على قوات الدعم السريع من أجل أن تقوم بمواصلة حالة الفوضى تلك داخل الدولة السودانية. وإن كانت العاصمة الخرطوم الآن الضربات قوية والاشتباكات ساخنة فيما يتعلق بأم درمان، فيما يتعلق بالخرطوم، وفيما يتعلق بمحيط سلاح المدرعات، الاشتباكات متواصلة والغلبة للجيش السوداني، لكن حتى الآن لم يتم إنهاء وجود قوات الدعم السريع فيما يتعلق بالعاصمة الخرطوم، وإن كان هناك سيطرة قوية على كافة أجهزة الدولة، ويقال بأنه أحلام الفريق حميتي بدأت في التلاشي بعد أن شاهدنا في البداية كيف كان حديثه ذات صوت مرتفع ومتعلق بإلقاء القبض على الفريق أول عبد الفتاح البرهان. لكن تابعنا اختباء حميتي، ويقال بأنه حميتي محب دائم للظهور عبر شاشات الإعلام والعمل لقاءات إعلامية، لذلك كان من المستغرب اختفائه، ما دفع حتى البعض لإطلاق شائعات متعلقة بوفاته، متعلقة بإصابته في هذه المعارك. لكنه ظهر قبل حوالي أسبوعين، تحدث في فيديو، بدأ شاحب الوجه، ظهر نحيفا، لكن في النهاية حتى الآن لا زال التشكيك حاضرا فيما يتعلق بصحة حميتي. وإن كنا نشاهد وجود لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، لكن في النهاية الضربات القوية التي تلقتها هذه القوات دفعتها للتراجع وللانسحاب بعض الشيء من الأماكن التي تمركزت فيها من أجل القيام بعمليات هجومية على مراكز صنع القرار في الدولة السودانية.